يسعدنا النهارده من هذا المركز ان احنا نعلن عن المرحله الرابعه لمبادره دراجتك صحتك برعايه كريمه من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. المبادره يعني المرحله دي فيها 1200 دراجه. الحقيقه كان في فتره توقف صغيره يعني مرحله الكوفيد وشويه حاجات تانية، لكن النهارده بيسعدنا ان احنا كمان يكون في معانا بنك مصر ويكون في فوري ونسهل عمليه التوصيل لكل المحافظات. احنا معانا الشركاء طبعا النهارده الانتاج الحربي وبنك مصر وفوري مع وزاره الشباب والرياضه علشان نعلن عن هذه المرحله لكل الشباب. دراجتك صحتك طبعا متزامنه مع بدايه التوقيت الصيفي، الامتحانات، الاجازات، اجازه العيد، فبنؤكد على اهتمامنا بهذه المبادره واستمراريه واستدامه هذه المبادره ودعم وزاره الشباب والرياضه الحقيقه بقدر مالي مع كل دراجه. احنا مكملين الدعم ده خدمه للشباب، وكمان التسهيلات اللي موجوده يعني لغايه 24 شهر مع بنك مصر ده شيء يعني كويس جدا، لان ده بيقلل القيمه الشهريه وجدولتها او يعني زي النظام كل واحد عايز. فاحنا بنطلق النهارده عبر بوابه وزاره الشباب والرياضه بدايه هذه المبادره، كلنا تحت مبادره دراجتك صحتك اللي ترعى رعايه كريمه من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وباهتمام شخصي من معالي الوزير. مبادره دراجتك صحتك كانت فكره من موظف دكتور سامح في وزاره الشباب والرياضه، ولقت اهتمام من معالي الوزير وكبرت، ودلوقتي احنا دي المرحلة الثانية. احنا المرحلة الأولى وزعناها على 4 مرات، ودي المرحلة الثانية. كانت المرحلة الأولى كانت مع الهيئة العربية للتصنيع، والمرحلة الثانية مع الإنتاج الحربي، وبنتمنى يبقى في مراحل. نفسنا نجيب 100 مليون على يعني نخلينا الناس كلها تمارس ركوب الدراجة. دراجتك صحتك بصفة خاصة لمست الشارع المصري زي ما أنا قلت، يعني حققت تأثير كبير قوي بين الشباب. يمكن على طول الناس بتكلمني، يمكن امبارح والنهاردة الصبح الشباب بيكلموني، نتيجة طبعا إن أنا كنت مسؤول عن المبادرة في المراحل اللي قبل كده. العجلة بتاعت وزارة الشباب والرياضة هتنزل إمتى؟ المبادرة هتفتح إمتى؟ اللينك هيجي إمتى؟ فده الحقيقه اللي كان بيحصل. بالاضافه كمان ان المبادره حققت تاثير كبير قوي، يعني سياده الرئيس وجهنا ان يكون في مسارات امنه يوم الجمعه للشباب اللي بتحب تركب دراجات. التخطيط العمراني للمدن الجديده في المحافظات بقى فيه مسارات، كمان مرحله التعليم الاساسي سنه رابعه بصفه خاصه بقى فيه اتحطت في المنهج مبادره دراجتك صحتك، بحيث ان احنا يبقى فيه تنشئه للاطفال ومن هم صغيرين على الرياضه بصفه عامه ورياضه الدراجات بصفه خاصه عشان تاثيرها كبير قوي. يمكن احنا النهارده بصدد الاعلان عن الرابط او اللينك الخاص بالدراجات المدعمه اللي بتقدمها وزاره الشباب والرياضه، هتبقى موجوده ان شاء الله. ان شاء الله دكتور اشرف صبحي يعلن ان هو الرابط يبقى موجود بدايه من 8 مساء اليوم ان شاء الله. كل الشباب، كل المواطنين المصريين يقدروا يقتنوا دراجه وزاره الشباب والرياضه المدعمه. كمان ليها تقسيط من خلال بنك مصر على 6 شهور وسنه وسنتين، بتوصل ل 8 جنيه في اليوم التقسيط. فيعني بندعي كل الشباب وكل المواطنين ان يدخلوا على موقع الوزاره ويحجزوا عجله وزاره الشباب والرياضه، هتعجبكم ان شاء الله، وكل التوفيق وعلى وعد بالاستمرار باذن الله ان شاء الله. Thank you.